وأهلا بكم من جديد إلى هذه النافذة التحليلية، والتي ينضم إلينا فيها من واشنطن رامي جبر مراسل القاهرة الإخبارية. أهلا بك رامي. بداية، إذا كما ورد في الخبر، مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي السابق يعلن ترشحه اليوم لانتخابات الرئاسة أو انتخابات البيت الأبيض 2024. رامي، ما هي فرص مايك بنس اليوم ربما في نيل بطاقة الترشيح من قبل الحزب الجمهوري؟ مرحبا ليلاس. في الحقيقة مايك بنس تبدو فرصه جيدة في هذا السباق لنيل بطاقة الحزب الجمهوري للترشح في سباق البيت الأبيض، رغم وجود منافسين كبيرين ورئيسيين هما الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وحاكم فلوريدا الحالي رون دي سانتس، وهما يعتبران حاليا من يتصدران استطلاعات الرأي في سباق الحزب الجمهوري للحصول على ترشيحه للبيت الأبيض. ولكن دعينا نتحدث قليلا عن مايك بنس. من هو مايك بنس؟ هو نائب الرئيس السابق دونالد ترامب، عمل في نفس الإدارة التي عمل فيها ترامب، وكان حريصا جدا على تحقيق جميع المشروعات التي كان يسعى لها دونالد ترامب. أيضا سنجد أنه يقدم صورة الجمهوري المحافظ غير المتطرف، أو الجمهوري المحافظ الهادئ. يشبهون هنا كثيرا برونالد ريغان، إذ أنه لا يحب الضوضاء، لا يثير ضوضاء كثيرة في معالجته للأمور. هو ربما نسخة من ترامب، أو نسخة من ما يفكر فيه ترامب ومشروعات ترامب، ولكنه أقل ضوضاء من ترامب، لا يخوض معارك كثيرة مثلما كان يخوض دونالد ترامب، أو دعينا نقول إنه يخوض معاركه بشكل مختلف. لذلك أعتقد أنه نظرا لكل هذه السمات الشخصية التي يتمتع بها مايك بنس، سيكون لديه فرصة جيدة نوعا ما. إن لم يفز، فعلى الأقل سيكون منافسا قويا لكل من دونالد ترامب ورون دي سانتس. رامي، يعني ذكرت بعض السمات الشخصية لمايك بنس، ولكن يعني أود أن أعرف منك ربما ما هو الثقل السياسي الذي يتمتع به مايك بنس على المستوى الشعبي، أو كيف تنظر ربما وسائل الإعلام الأمريكية وحتى الجمهور الأمريكي اليوم لهذا الترشح من قبله، خاصة كما ذكرت في ظل يعني وجود منافس قوي جدا وشرس وهو دونالد ترامب؟ مايك بنس يبلغ من العمر 64 عاما، لا يعتبر بالمقاييس الأمريكية الآن كبير في السن، إذا أننا نتحدث الآن عن رئيس حالي يبلغ من العمر 80 عاما، إذا ف 64 هو عمر مناسب لتولي الرئاسة. هذه من جهة. جهة أخرى سنجد أنه ينظر إليه باحترام كبير من جانب وسائل الإعلام، حتى وسائل الإعلام التي توالي الحزب الديمقراطي أو التي تعادي الحزب الجمهوري، نجد أنها تنظر إليه أيضا باحترام. هو شخص غير مثير للمشاكل، هو ينفذ الأجندة الجمهورية ولكن دون الدخول في صراعات كثيرة. ذكرت بعض الصراعات التي دخل فيها ترامب وشهدناها جميعا عندما كان رئيسا وحتى بعدما ترك سدة الرئاسة. سنجد أيضا دي سانتس خاض الكثير من الصراعات وهو حاكم لفلوريدا، رغم أنه قدم نموذجا جيدا للحاكم الجمهوري في هذه الولاية. لكن مايك بنس هو الشخص الأكثر هدوءا، هو الشخص الأكثر عقلانية واتزانا ربما في الحزب الجمهوري، ولذلك يشبهونه كما قلت بالرئيس الأمريكي الراحل رونالد ريغان. هو يقدم نموذجا مختلفا من الرؤساء الجمهوريين ربما لم نعتده في السنوات الأخيرة، خاصة وأن دونالد ترامب قدم نموذجا صاخبا نوعا ما، كان يملأ وسائل الإعلام صخبا وتصريحات وصراعات ومعارك. أما مايك بنس فلا أعتقد أنه كذلك، بالإضافة لأنه رجل دولة، كان نائبا للرئيس وكان ينفذ أجندة الرئيس بمنتهى الدقة وبمنتهى التفاني، وكان له موقف جيد أيضا خلال الهجمات في على مبنى الكونغرس، أو اقتحام مبنى الكونغرس في 6 يناير عام 2021، والجميع يقدر له هذا الموقف، إذ أنه لم ينحز لمن هاجموا أو من اقتحموا الكونغرس، وكان غلب هنا المصلحة الوطنية على المصلحة الحزبية الضيقة. واضح. أنا بشكرك شكرا جزيلا رامي جبر مراسل القاهرة الإخبارية، حدثنا من واشنطن تحديدا على كل هذه المعلومات والتفاصيل.